للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته الافتتاحية أهمية دور البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المشروعات الخاصة بطموحات الشعوب الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة على المسرح الدولي. كيف ترى أهمية ذلك؟ هو طبعا شيء مهم جدا، لازم نعرف ان البنك الافريقي هو ياتي بعد البنك الدولي وياتي بعد ايضا البنك الاسيوي، اذا له دور كبير في دعم الدول الافريقيه ودعم القاره من اجل التنميه ومن اجل اعاده التنميه مره اخرى. احنا شفنا خلال الفتره الاخيره منذ جائحه كورونا وما بعد جائحه كورونا، الحرب الروسيه الاوكرانيه، تاثرت الدول الافريقيه وتاثرت دول العالم ايضا بسبب الازمات الاقتصاديه المتلاحقه، وايضا مش كورونا فقط والازمه الروسيه الاوكرانيه، ولكن ايضا تغير المناخ أثر بشكل كبير على القارة الأفريقية. فالبنك الأفريقي في الوقت الحالي عليه أن يكون مقدم بالطبع دعم أكبر للدول الأفريقية من أجل تجاوز هذه الأزمات، من أجل السعي إلى العودة إلى الاقتصاد الطبيعي للدول بعد هذه الأزمات الاقتصادية الكبرى التي مرت بها العالم ومرت بالقارة الأفريقية كثيرا. طبعا الرئيس عندما تحدث في ذلك، أيضا الرئيس تحدث عن الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر والاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وزي ما احنا شايفين أن مصر في الوقت الحالي الأفريقية هي دولة رائدة في مجال لمكافحة التغيرات المناخية أو العمل على مواجهة التغيرات المناخية بشكل كبير، من خلال طبعا COP27 اللي استضافته مصر العام الماضي، والقرارات التي صدرت عنها وإصرار الدولة المصرية على أن الدول الكبرى تقوم بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية في دعم دول القارة من خلال صندوق لمواجهة التغيرات المناخيه في القاره الافريقيه اللي اثرت بشكل كبير على التنميه واثرت بشكل كبير ايضا على الزراعه والحياه داخل الدول الافريقيه. يعني استاذ جميل، الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد كذلك خلال كلمته او وجه الدعوه الى المؤسسات التمويليه الدوليه باعاده النظر في الشروط والمعايير التي تضعها للدول الناميه، لا سيما الدول الافريقيه، لمنحها القروض او المنح والتيسيرات. برايك كيف يمكن الدفع لتحقيق هذا الهدف في ظل ايضا التحديات الراهنه؟ هو بالطبع هناك تحديات كبيرة جدا أمام الدول النامية والدول الأفريقية بوجه الأخص، لأن هي من أكثر القارات تضررا من الأزمات والتغيرات المناخية، فيجب على الجهات التمويل الأخرى أنها تقدم تسهيلات، يعني يكون في تسهيلات لهذه الدول، ما يكونش في شروط مجحفة للدول النامية من أجل الإقراض أو من أجل تمويلها. هو ده الهدف في الوقت الحالي من اجل اعاده التنميه في تلك الدول، عوده الاقتصاد الى طبيعته مره اخرى، مواجهه المخاطر، مواجهه التحديات اللي بتواجه تلك الدول اللي بتاثر بشكل كبير على التنميه، بتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، بتؤثر بشكل كبير على المواطن ايضا بالتبعيه. اذا يجب ان يكون هناك تسهيلات وتيسيرات وما تبقاش الامور كلها سواسيه، يعني دوله لديها اقتصاد قوي يتم مساواتها بدوله اقتصادها ضعيف او دوله نامية. صحيح، شكرا جزيلا على هذه المشاركه الاستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريده الاهرام.